زاوية عراقية تتصد. العراق يتقدم الآن عن طريق مصطفى باتشي بكرة خطيرة بكرة ملعوبة لعبة زاوية، بعد ذلك التسديدة والتحرك والهدف. اشتعلت المدرجات العراقية. مصطفى باتشي، مصطفى باتشي، شوف يا ليت لقطة جماهيرية عراقية. خذ إثارة الآن، ركلة جزاء لبنانية. شوف لقطة المافيا، هنا قسوة إلى عتوة، وبعد ذلك صافرة سعد الكثير السعودي، ركلة جزاء لبنان. تسديد هيثم عطوة، هل يعادل للبنان؟ كل الجماهير اللبنانية واقفة، كل الجماهير. عطي الخليل، هاي ما ترد، ما تنصد، ما ترد، ما تنصد. لبنان جول، العراق جول، لبنان هدف، العراق هدف. هيثم يسقف، مستحيلة. هيثم عطوة صاحب الهدف للبنان. لا 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 يا باسك يا أخي، يا نظرتك يا أخي، يا كورتك يا عطوة. عطوة 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 عطوة، هو يلعب في الندوة. عطوة لاعب الندوة اللبناني للصلاة ولاعب الصفاء اللبناني. يا اخي عطوة، شوف 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 شوف، كرة كرة ما لها حل. باص، الثواني، احسب الثواني يا عطي. انتهت الامور.